مساء النور، مرحبا بكل متتبعي ومتتبعات شوف تيفي الأوفياء. مرحبا بكل النساء والرجال اللي هما معنا في هذا البرنامج الليلي ديالنا اللي انقطعنا عليه مدة صغيرة، والحمد لله رجعنا باش نديروه، واللي من خلاله كنناقشوا مواضيع مجتمعية، مواضيع اللي كتهمنا كاملين، مواضيع اللي ربما كنفيدوا وكنستافدوا منها. الموضوع ديال اليوم هو واش عمركم مريتوا من تجربة ديال يعني داك التفكير اكثر من القياس، داك التفكير الممرض بهذا المعنى، التفكير اللي كيمرضنا، واش عمركم دزتوا من هذه التجربه وكيفاش قدرتوا تخطوها؟ لربما واحد فيكم يكون لقى الحل ويقدر يفيد واحد فينا اللي يكون يعني مازال كيمر مثلا من هذه الحاله، ولا مستقبلا ممكن يمر منها ويلقى الحل من خلال تعليق ديال واحد اخر اللي خرج من هذيك الحاله النفسيه. اذا مرحبا بكم، مرحبا بالتعاليق ديالكم، بالافكار ديالكم، بالتجارب ديالكم، واكيد حتى بالحلول اللي كتمنوها في اي موضوع غادي نهضروا عليه. غادي نحاول نقرا ان شاء الله تعاليق كاملين، غادي نحاول نناقشوا الموضوع ديالنا من خلال التعاليق ديالكم اللي مرتبطه كما قلت بالموضوع. غادي نحاول كما قلت نقرا المواضيع كامل، عفوا التعاليق كاملين، من غير اللي فيهم كلمه خايبه، اللي خارج سياق الموضوع، ولا اللي واحد فيكم يعني رد على الآخر بطريقة مش مزيانة. إذا مرحبا بكم معايا مرة واحدة أخرى. سارة، سارة، وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. سام سيمو، مرحبا بسي سمير، مرحبا بك. جواد معلوم، مرحبا بك معنا. أبو أسامة وعبد الوهاب الرزين وعبد الرازق، وعليكم السلام ورحمة الله ومرحبا بكم. خالد، وعليكم السلام. هشام، ياسين، حميد، عبدو، أماكو، ياسين مخلوفي، مرحبا بكم كاملين، مرحبا بكم كاملين. وكنتسنى التعليق ديالكم مرتبطة بالموضوع، كنتسنى التجارب ديالكم، كنصدر تحت التجارب حيت التجربة هي اللي كتورينا، ماشي يعني احنا ممكن نتكلموا غير كلام صافي ولكن ربما ما يقدرش يفيد، ولكن واحد مجرب غادي يهضر حسن منا، غادي يعني يعطينا التجربة ديالو، كيفاش مرات كيفاش قدر يعني يتخطى هاد القضية، كيفاش يقدر ينفع واحد آخر باش تا هو يتخطاها في حاله. سارة، سارة، يا اختي هاجر، مريت به لدرجة ان المخ تبلوكا، وواحد الوقيته الدماغ كتحسي به راه يطبخ في الماء، راه يتسلق بحال البيض. سبب المشاكل والحل مازال البحث جاريا، فالحمد لله له مدبر حكيم. اللهم لك الحمد، اي حاجة جات من عند الله اللهم لك الحمد عليها. هي حالة صعيبة، ديك كثرة التفكير كتمرض، كتخلي الواحد ما عارفش لا ما يقدم ولا ما يأخر. صعيبة صراحة، كنتمنى انك تلقاي الحل، كنتمنى ان شاء الله ان شي واحد من خلال التعاليق يكون داز من نفس التجربة ولقى الحل، ولما لا تستفدي منه وتخرجي من هاد الحالة النفسية اللي ما كنتمنوها لا ليك ولا لتا شي واحد صراحة، حيت صعيبة، صعيبة بزاف. عبدو اما كود، مرحبا، الرجوع بالقوة، شكرا سي عبدو، الله يخطيك، شكرا بزاف. ياسين المخلوفي، السلام عليك، انا باقي. وعليكم السلام ورحمة الله سي ياسين، مرحبا بك. ديك انا باقي كنظن انك قلتي باقي ما خرجتيش من الحالة النفسية ولا باقي ما جربتيهاش، ما فهمتش صراحة. عادل، عادل، وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بسي عادل. مراد حداش، وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك سي مراد. أسماء كمال، وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك أختي. رحمة ربي المصطفى، تحية خاصة لك أختي من جنوب ألمانيا، مرحبا بسي مصطفى، مرحبا بالجالية ديالنا في ألمانيا، مرحبا بكاع الناس اللي معانا سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. ياسين المخلوفي، ربي يخليك، شكرا، شكرا سي ياسين، الله يخطيك. هشام ياسين من وجدة، مرحبا بسي هشام، مرحبا بالناس ديال وجدة، الناس ديال الشرق كاملين، الناس طيبين، مرحبا بكم. يونس عليلو، وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. عادل، عادل، شنو الموضوع اليوم؟ الموضوع ديال اليوم هو واش عمركم دزتوا من تجربة ديال الإجهاد، الإجهاد في التفكير، يعني كتبقاو كتفكروا أكثر من القياس، دماغكم ما كيوقفش، يكون شي مشكل ولو كيبقى مأثر عليكم بزاف كتبقاو تفكروا فيه، تفكروا تفكروا تفكروا، يعني حتى كتوصلوا لحالة نفسية صعيبة بزاف. اللي كان فيكم مر من هاد التجربة يعاود لينا التجربة ديالو، واللي كان فيكم لقى الحل وقدر انه يخرج من هاد التجربة يعاودها لينا، لربما واحد اخر يستفد منه ان شاء الله، ما كرهناش. هشام ياسين، صعيبة بزاف والله، فعلا صعيبة، صعيبة. احنا غير يعني من غير انه الواحد يكون مثلا مريض بهذا الوسواس وهذا الاجهاد النفسي، الا كان الواحد غير طبيعي عادي وقع ليه مشكل كيبقى يطبخ لك في دماغك، يطبخ يطبخ يطبخ، كتمرض ديال بصح. عزك بنادم اللي مسكين مريض بداك
اجهاد في التفكير ومريض بداك الوسواس زعما الله يحسن عوانهم. صعيبه والله، صعيبه بزاف. عبدو أمكود، الحالات النفسية من أبرز مشاكلها الشكوك والأوهام، ويمكن اجتياز هذه المرحلة حتى يكون الشخص مقتنع أنه غير عايش في الأوهام. فعلا تفق معك، كاين شي مرات ناس كتلقاه ما عندوش مشكل، ما وقع ليه والو في حياته، وخا هكا كيفكر بزاف وكيمرض راسو، كيبقى يتخيل حوايج خايبة، وكي يعني كيمرض راسو براسو. ماشي هادشي كيوقع ليه بسبب واحد الحاجة اللي خايبة ولا لا، هو يخليها توقع ليه. ما عرفتش كيف باش نوصل ليكم الفكرة، يعني هي ماشي واحد الحاجة وقعت عاد خلاته يدخل ديك الدوامة، لا هو دخل راسو ليها. سارة، الحل هو العمل لدرجة العياء، حينئذ لا يبقى الوقت لا للتفكير، بالعكس هكا كتولي في إجهاد نفسي وبدني. بالعكس الواحد يلهي راسو شويه، ولكن ماشي الدرجه ديال العياء كما قلتي باش ما يبقالوش الوقت ديال التفكير. بالعكس هكذا غادي يمرض راسو، غادي يولي مريض نفسيا وجسديا مع الاسف. رداد بالراج، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللبس بلاتي سليبه هو رضا الوالدين، ويكون قلب واحد شعارنا الله الوطن الملك يحيى الملك. مرحبا بسي رداد، مرحبا بك. يوسف علامي، وعليكم السلام ورحمة الله. أبو وديع، وعليكم السلام ورحمة الله. وشعيب يزالي، مرحبا بك. جواد معلوم، أهم شيء هو الصبر والكفاح. فعلا الواحد خصو يصبر، خصو يصبر، خصو يخرج راسو من ديك الحالة النفسية، خصو ما يخليهاش تأثر عليه. كاين الله يحفظ لك يوصل لدرجة الانتحار، كاين اللي يوصل لدرجة أنه ممكن يأدي واحد آخر باش هو يحس براسو خرج من ديك المرحلة. يعني كيوصلنا لحوايج خايبة، هذه هي الحاجة اللي خصها ما تبقاش، خاص ما يكونش أذى للنفس ولا للغير. مشكلة صراحة. محمد علي، وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. عبد الله، أجدد تحياتي يا أختي هاجر، ميدلت، مساء الخير، رمضان كريم، أسعد الله أوقات إلينا وإليكم وعلى الجميع، الأمة أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الشوكة إتباها، مرحبا بسي عبد الله، مرحبا بالناس ديال الشوكة إتباها كاملين معنا، الناس ديال سوس كاملين مرحبا بكم. شكرا بزاف ليك، شكرا. كنتمنى حتى نتايا إن شاء الله ربي يسعدك ورمضان كريم ليك، وشكرا بزاف. أحمد العباس، وعليكم السلام ورحمة الله. هشام ياسين، أنا كنت قريب انتحر بسبب هاد الوسواس، ما كناش، هذا هو المشكل. يعني أننا ما كنحاولوش نلقاو حلول، إنما يعني كيفاش نشرح لكم، ماشي كنقلبوا على حل اللي ممكن يتعطل ولكن في الاخر يخرجنا للخير، لا كنحاولوا نقصروا الطريق. اول ما كيفكر فيه الانسان فاش كيطيح في الدوامه هو الانتحار مع الاسف. ولو كيمشيو لنا شباب، كيمشيو لنا نساء، كيمشيو لنا شيوخ بسبب هذه القضيه، ولا وليدات ديال 16 17 عام كتلقاه انتحر، وليد ديال 15 عام كتلقاه انتحر. شنو فاهم هذا في الحياه؟ شنو فاهم في الحياه حتى يكون وصل لهاد الدوامه؟ شنو فاهم هذا في الحياه حتى يوصل لدرجه الانتحار؟ مع الاسف كتلقى راجل كبير ولا مراه كبيره، كبير يعني دواز الدنيا وشحال من حاجه، وكيوصل لواحد الدرجه ديال كيفقد الامل بسبب هذا التفكير، وكينوض ينتحر، كيخلي وليدات، كيخلي حفايد، كيخلي ناس يبكيو عليه. يعني ما خصناش نوصلوا لهاد الدرجه. كاينين النساء، انا سمعت بواحد السيده شحال هادي والقصه ديالها ما بغاتش تنسالي، هي انها مسكينه تقهرت بكثرة داك التفكير الزايد والمشاكل الزوجيه وكذا، ما قدرتش تخرج راسها من ديك الدوامه، انتحرت وخلات بنيات صغيورين، صغيره فيهم كنظن كانت عندها شي 6 شهور، والبنيات الاخرين كبرات شويه عليها. يعني ما شو استفد الواحد والو، تشردت عائله، بنيات ضاعوا من امهم، اب ما استفد والو، غادي يولي يهز اليتامى ويخدم برا ويخدم في الدار. يعني الانتحار ما عمره ما كان حل، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. وخصي تلقاو صراحه حلول لهاد المشاكل النفسيه، خص الواحد يحاول يخرج راسو منهم بشتى الطرق، اي طريقه لقاها قدامه يتوكل على الله ويحاول يخرج راسو من ديك الحاله النفسيه اللي ممكن الله يستر كما قلت انا توصلوا لشي حاجه اللي لا تحمد عقباها. احمد العباس، وعليكم السلام ورحمه الله. هشام ياسين، انا كنت قريب انتحر بسبب هذا الوسواس. قريت الكومونتير قبيله وجاوبتك كنظن. محمد علي، وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. هشام ياسين، السبب ديالي باش كنفكر بزاف، درت واحد
الاكسيدون، كنظن بغيتي تكتب اكسيدون. هو صعيب الحال، حنا عايشين. شتي خويا هشام، حنا في الدنيا، الدنيا كتوقع منها كل شيء. ممكن توقع لك اكسيدون في اي لحظة، ممكن تمرض، ممكن يموت لك شي حد قريب، شي حد عزيز، ممكن يعني يوقعوا لك مشاكل اللي في اي لحظة. في لحظة ممكن يموت لك شي حد كيجيك، شي حد عزيز، شي يعني في اي لحظة توقع ابتلاء. حيت هذه الحياة، الحياة ما كنتحكموش في شنو ممكن يوقع فيها. يعني الواحد يكون ديما داير في باله باللي اي حاجة كتبها عليه سيد ربي مرحبا بها، باش هكا يقدر يتجاوز اي حاجة وقعت له. اما الا جينا نوقفوا عند مرض، ولا نوقفوا عند اكسيدون، ولا نوقفوا عند موت شي حد من حبابنا، ولا نوقفوا عند ابتلاء، شنو غنستافدو؟ والو. انت كاع شنو فكرتي فيه؟ الانتحار. الحل باش ننسى هاد المشاكل وباش نوقف هاد اللحظة هي ننتحر. واخا انت انتحرتي، ما عشتي الدنيا كي الناس، ما غتعيش الاخرة كي الناس. صدقتي الا الدنيا الاخرة مضيعها مع سيد ربي على والو، على والو، على حاجة اللي كان ممكن تلقى لها حل. مصيبة صراحة. ايدي مخلوق. عمر مشكل عندي هو مشكل خوف من المستقبل. ما كاينش لا دار لزواج، الاجره ما كافياش، ولكن في هادشي كامل كاين سيد ربي، وكاين دراعك اللي يقدر يخدم عليك. ماشي خدمه واحده عندك كيوقف بنادم، راه كاين اللي كيتقاتل كيخدم جوج خدمات في اللحظه، ولا ثلاثه خدمات في اللحظه، وكيتقاتل على الزمان. ماشي كيكسو ربي يديه ويتسنى الحل، ولا كيعيش داك الخوف وكيخرج على نفسيته ويخرج على راسه. بالعكس، الراجل كيدمر حتى المراه، ولكن الراجل بالاخص. علاش كان هذا الراجل ما كيفشلش؟ المراه مازال يمكن ضعيفه وعاطفيه، ولكن الراجل لا، الراجل قوي. الخوف من المستقبل ما كيوقفش الحياه. الخوف من المستقبل غادي يعطيك حافز انك تبني هذاك المستقبل. استي عمر، احمد العباس، الحل هو التقرب الى الله. هذاك احسن حل واقرب حل يعني لاي شخص. اي واحد قرب من صدر ربي كيبعدو منو المشاكل. والله ما حدك كتمشي في طريق الله، ما حدك كتنقص يعني داك المسافه بينك وبين صدر ربي، ما حدك كتزيد خطوه لعند ربي، وخطوه ديال المشاكل كترجع للور. عادي العادي، انا اختي اللي كيبرزتني هو الدين. الا كان كيسالني فيه شي واحد، عندك الصح. راه المكسيب ديال الناس عريان، راه يتبرزت لواحد وحق الله. يتبرزت الى غير جارتك جابت لك شي تبصيل فيه شي حاجه، كتبقى تفكر غد لي ترد لي هذاك التبصيل، وشنو غادي تحط فيه، وشنو غادي ترد له وكذا. الدين راه سلف، زعما سلف. راه مصيبة والله. بيت الخير. ياسين المخلوفي، انا تزوجت عندي طفل وخرجت من المنزل، ما بقيتش خدام. صاحبتش من المنزل كنت ساكن معها في المنزل مع اسرتها، ملي خدات مني المال كامل ما بقيتش كنعمل مدة 50 يوم. ملي كنعيط عليها في الهاتف لم تجاوب. شتي اخويا ياسين، كما قلت قبيله وكما غادي نعاود نقول، الحياة هي هادي، كتوقع منها كل شيء. ممكن ربي يطيحك في بنت الناس، وممكن يطيحك في بنت الحرام، اسمحوا لي على المصطلح. ممكن تطيحك في بنت الناس، وممكن تطيحك في وحده اللي غادي تاكلك وتاكلك رزقك وتصيفطك في حالك. العيالات هما هادو، والرجال نفس الشيء. ممكن يطيحك صدر بيه ولد الناس، وممكن يطيحك في واحد ما مزيانش. اللهم الواحد كيحط جميع الاحتمالات. انت يمكن درتي غلط، غلط كبير، سكنه مع النسيب، راه توقع الضربه تجيك. باش نكون واضحين، خايبه هاد القضيه. كنتي تقدر يمكن تقاتل وتخدم وتكري بيت وحده خير من انك تسكن مع النسيب. هادشي كتبه الله دابا، ولكن على الاقل ما تحرمش من ولدك. تقاتل، خدم، لقى حل، كري لها ولا دير شي حل، ولا ديها عند داركم، ولا المهم ما تضيعش ولدك، وما تضيعش ديك الاسره الصغيره ديالك. تاج حفيظ، مساء الخير اختي هزار، توحشناك. شكرا بزاف سي حفيظ على خطيك، مرحبا بك اخويا. ساره، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ياسين المخلوفي، ما عرفتش الحل والله، وليت مكتئب. انا قلت لك اخويا الحل، خدم على راسك، خدم وتقاتل وجمع مراتك وولدك عندك. مازال فاش كتكونوا غير جوج، فاش كتكونوا غير انت والزوجه، يقدر الواحد يمشي للطلاق كاع، يقدر الواحد
يلقى حل الحبي ما بيناتهم وكذا، ولكن فاش كيكونوا الوليدات غير الصبر، مع ان الواحد ما يدير فاش كيكونوا الوليدات خاص الواحد يصبر الصراحه. عمر كنفكر في الهجره السريه ان شاء الله لبلاد غدا في الخسران، ولكن واش الهجره السريه مضمون المصير ديالها؟ جاوبني يا سي عمر، واش مضمون المصير ديالها؟ واش عارف راسك غادي توصل ودير لاباس؟ واش شفتي شحال من واحد كيموت في البحر؟ تاج حفيظ ما خاصش شي واحد يركع المشكل ولا غادي تغلب عليه، داكشي اللي كاين اللي حدا راسو للدنيا غادي تركب له فوق منه. هادي الكلام ديال ناس زمان، وناس زمان ما خلاو ديال دابا ما يقولوا اللي تصرى عليه الدنيا، ولا ما عرفش كيفاش كيقولوا المثل كطلع ليه فوق راسه. ابو وديع نهضروا بصراحه، التخمام ضروري، غير هو الانسان يخدم الجديه التفكير، يعني الحاجه اللي خممت فيها خاصك تلقاي ليها الحل، حيت بزاف ديال الامور كنخمموا فيهم وتا شي حاجه من دوك الامور ما كنلقاوش ليها حل. علاش؟ حيت ما خديناش حاجه بحاجه ولقينا الحل لكل حاجه، الا خليناهم يتجمعوا لينا كيولي الانسان مكتئب ويقدر يفكر في شي امور اللي يكونوا سبب في الدمار ديالو. يعني نتمنوا من اي واحد ياخذ من التفكير ديالو حاجه بحاجه، وكل شيء عنده الحل سواء من البنات او الاولاد، المهم راه تفكير واحد. متفقه معاك، الواحد خصو يفكر ماشي ما يفكرش، حيت الحياه يعني كيفاش نقول، حياته هذيك الا ما فكرش هو في حياته شكون يفكر ليه فيها؟ الا ما لقاش هو الحلول لراسو شكون يلقاهم ليه؟ يعني الواحد يفكر ولكن ما يوطاش على راسو، يفكر في حدود القدره ديالو في التفكير، ما يوطاش على راسو، حيت ربما داك التفكير ينعكس عليه ويولي حاله نفسيه خايبه. يعني حتى داك الاجهاد في التفكير ما خدامش للواحد صراحه. عبد العبد الواحد، وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. المصطفى بن دهي، انا اختي بنادم تابعني في حياتي، تزوجت باش نرتاح، واحد البنت كتضايقني وكتصيفط SMS للمراه. الله يديم خلق، الله يديم خلق، والله ما شان نقول لك، الله يديم خلق. كاين هذا النوع، ما احنا ماشي ملائكه، كاين هذا النوع فعلا. انا كنت يمكن شحال هذه كندافع على المراه بزاف، ولكن راه كنشوفوا شي عيالات الله يسمح لهم، كنت كندافع شويه على الرجال وكنقول لهم مزيانين وكذا، ولكن راه كاينين شي رجال الله يسمح لهم. دونك هادشي كاين في الحياه، غير خصنا ما نوقفوش فيه، خصنا نتخطاوه. خصك انت والمراه تكون بيناتكم الثقه، ما تخليولهاش فرصه فين تدخل. انا كنتعجب لهذا النوع اللي كيطمع في شي حد مزوج، غير قولوا لي هذا النوع كيفاش كيفكر. ها العار، وحده كطمع في واحد مثلا مزوج، ولا واحد كيطمع في وحده مزوجه؟ واش نتوما بنادم؟ اه العار، واش نتوما بنادم؟ ابدا الامكود، الانسان خاص قبل خطوه يدير حل بديل، بلان او وبي، في حاله فشل اول كدرق بالثاني، ولكن العديد كيعتمد على بلان واحد غير يفشل كيفشل معاه. هذا هو الغلط اللي كنديرو كاملين، ما كنحطوش احتمالات، ما كنحطوش 50% نجاح 50% فشل، لا، كنتعلقوا بالحاجه كنقولوا صافي راه ناجحه، كنبقاو لاصقين فيها وما كنستافدوا والو الا ما نجحتش. اللهم الواحد يدير في دماغه باللي كما قلت الحياه هذه فيها نجاح وفيها فشل، فيها خطوه لقدام فيها خطوه للور، كتب لك الله النجاح فيها راك غتنجح، ما كتبوش الله خدم ودمر وما توقفش. ياسين المخلوفي، ما بغاتش اختي تسكن معايا في المنزل، قالت لي لا حيت هي خدامه كتخلص مزيان 9000 درهم، ما عرفتش شنو الحل. هو التعاون، هو هي كتخدم مزيان وانت كما قلتي على قد الحال، تعاونوا تعاونوا، ما فيها حتى شي باس، فيها حتى شي باس. اللي بغى يكبر ولادو راه كيتقاتل على قبلهم، وكما قلت لك لو كان كنتو غير بجوج كاين طلاق، كاين حلول بزاف، ولكن دابا كاين الوليد، فاش كيكونوا الولاد كيكون الصبر. عيشة كموسي، وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك اختي عيشه، مرحبا بوليدات، كنعرفه وليدات كيكون وحده، كنتي كتفرجي كنتي كتقولي ليا شحال هادي خديجه الكبيره فيهم والوليدات الاخرين، عاد راني عاقله عليكم واحد بواحد. اي واحد كان كيطلع في لي لايف القدام ديالي كنبقى عاقله على السميات واحد بواحد. تسلمي ليا بزاف على الوليدات، ومرحبا بك اختي عيشه. احمد العباس، الذي يتقرب من الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث يشاء. كلام الصح، اللي حط يقينه في الله سبحانه وتعالى، اللي قلب على الحل وهو متشبت بالله سبحانه وتعالى، ما عمره ما كيفشل. ولكن اللي كيفشل راسو وكيبعد من طريق الله، هذاك غير تسنى تجي الضربه. والله
جمال الريفي. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك ياسين المخلوفي. أنا دابا كنفكر نهاجر لأوروبا، ما فهمتش على الشباب كلشي ولا كيفكر في الهجرة. شي حاجة اللي ما مضموناش النتيجة ديالها، شي حاجة اللي ما كتعرفش راسك واش غادي توصل وما غاديش توصل. واخا سي ياسين، ها انت كاع فكرتي في هاد القضية، جمعتي فلوس ديال الحريق، مشيتي عند داك السيد، اتفقتي معاه كدا، ركبتي مشيتي، كتب الله الوصول، ها انت وصلتي. ما كتبش الله انك توصل، تخلي داك الولد يتيم، ايوا غير شوف انت واش يعطيك خاطرك ولدك يتسمى عليه يتيم، وانت كان في يدك الحل. غير فكر في هاد القضية. عادي العادي اختي هاجر، انا كيسالني واحد السيده شي فلوس وبغيت نرجعهم ليها، وتليفونها طافي وما كنعرفهاش فين ساكنه، وضميري كيأنبني كي غنديرها فيك. والله ما عرفت، قول لي اكتبها في كومنتير سميتها، نديرو نداء لربما تبان، ما عرفتي، لربما شي حد يكون كيعرفها ويقدر يوصل لها الفكره، ما كرهناش. ولكن مزيان مجرد ان الضمير ديالك خلاك تفكر هكا، نزل الخير في الدنيا. والله مرة كاين اللي ينكرها كاع. عبدو، اما كل جميع مشاكل لها حلول الا الانسان، كل واحد ومحيط ديالو وكيف كيقرا الامور، وخصوصا الى جاهل في القانون وكيعيش الوهم والتهديد بالسجن. حتى بعض الاشخاص يعاونوه يزيد يتعمق في الاوهام. وفعلا كما قلتي جميع المشاكل ليها حلول، غير الواحد خصو يقلب على الحل، ما يتسناش يجيب بوحدو، حتى شي حاجه ما كتجيب بوحدها. الواحد يقلب على الحل، يحاول يهدم راسو ويبعد من داك التفكير المريض، ما يمشيش للانتحار، الله يستر، ولا يأذي راسو، ولا باش يقدر ينسى هادشي. ما كينسيش هادشي، غير كيخرج على الواحد يجلس غير بالتاويل ويفكر بشوية عليه. الحلول ديما كيتلقاو، وسيد ربي ديما كيعاوننا غير الا ما بغيناش نعاونو روسنا. الصراحة انت حفيد، عندك حتى السحر والمخدرات، القمر كيؤدي للانتحار. متفقة معاك، كاين نهضروا على المخدرات بوحدها وندوزو يعني الحوايج الاخرين اللي قلتي. كاين النوع اللي كيبغي ينسى التفكير بالمخدرات، شنو استفد؟ والو، يطيح في الادمان. كان في التفكير غادي يرجع في بزاف ديال التفكير، كان غير في مشكل واحد غادي يرجع في بزاف ديال المشاكل. كانت حاجه واحده اللي محناه شويه غادي يولي كيشفر باش يتحشش، غادي يولي كيضرب باش يتحشش، غادي يولي كيبيع حوايجو باش يتحشش. يعني ها انت بغيتي تخرج من المشكل، دخلتي لراسك المشكل اعمق منه. السحر كما قال سي حفيظ، يعني ممكن لواحد كاين واحد النوع مريض ديال بصح، فاش كيوقع له شي مشكل ولا كيفكر يسحر لهداك الشخص مثلا اللي عنده مشكل معاه وكذا باش يتحل المشكل. اه، ومع سيد ربي حتى تمشي عنده تقول له لا راه غير بغيت نحل المشكل بس سحرت. راه ما فهمتش انا، واحد شي ناس عندهم شي تفكير راه ما يمكنش. وحق الله كتبقى هي كتشوف، كتبقى كتسمع وكتشوف. والسي حفيظ اكيد غادي يكون شاف شي حاله داكشي باش طرح هاد القضيه. وفي هاد الشي كامل، السحر، المخدرات، هاد الحوايج كامله الخايبه كتدي لحاجه اخيب منها، هي الانتحار. ديما الله يستر كيكون عندهم تاليه خايبه، ديما داك النوع اللي كيمشي للسحر ولا كيمشي للمخدرات ولا الحوايج خايبه كتلى ليه نهايه خايبه، كيموت بطريقه لا حول ولا قوه الا بالله. المصطفى بن دهي، للاسف مرتي كتاثر عليها هاد السيده لدرجه انها كتبقى تعصبني حتى نضربها. سي مصطفى، المراه ما كتضربش، ما عطاها لكش باها باش تاكل العصا. انا كنكره الرجال اللي كيقولوا على راسهم كيضربوا المراه. تقدر هاد السيده تاثر عليها ياك، تقدر تعمر لها افكار خايبه كل شيء. ما كتعرفش اخويا تنخل، ما كتعرفش ملي تنوض هي تبدا تنقز، تدخل انت توضى تصلي، انت ضربتيها شنو استفدتي؟ والو. بردات هي؟ لا. بردتي انت؟ لا. المشكل تحل؟ لا. زدتي مشكل فوق منه، زدتي الضرب، هذا ماشي حل. والله ماشي حل. فكاك يوسف حمام، وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك يوسف. عيشك مسيح يوتي موضوع في المستوى، ولا ما كتبتي ولاد الخيانة الزوجية منتشرة بزاف في المجتمع المغربي.
ودي واش غير الخيانة، واش غير السحر، واش غير راه ولا عندنا مجتمع خايب خايب خايب. الا ما لقيناش حلول لريوسنا، والا ما بقاش كل واحد كيصلح من جهته، راه غادي نولي وحوش في بلادنا. وحق الله ما يدير الخير. رضوان عكاك ولا عكاك، شكرا على القليبات، شكرا بزاف. خديجة نجد، كي ندير نتخلى عن الافكار في راسي وما نقدرش ننسى، ديما كنتذكر وما عرفتش كي ندير نخرج من حالتي. هذا هو المشكل، هو اننا حنا كنوصلوا لواحد الدرجه ديال الحيره. انا ما عمري ما تحت في المشكل ديال الاجهاد في التفكير، ما نكذبش عليكم، ما عمري ما جربت هذه التجربه، ولكن حاسه انها خايبه وعارفه انها خايبه من خلال التجارب ديال الناس اللي كنسمع، اللي كيعاودوا لي، اللي كنشوف، اللي وصلهم الله يستر لنهايات خايبه. كثرة التفكير شي حاجه خايبه، شي حاجه اللي خصها توقف عند حدها، شي حاجه اللي ممكن تكون العواقب ديالها وخيمه. كنتمنى خديجة انها تقرا كومونتير ديال شي واحد لقى الحل، وانها تتبع نفس الطريق ديالو وتلقى حتى هي الحل ان شاء الله، وتقدر تخرج من هذه الحالة النفسية. حميدة ميلو، تحياتي لك اختي من القلب. شكرا بزاف سي ميلو، تحياتي لك اخويا، مرحبا بك. يوسف علامي، السلام عليكم، انا يوسف من زاكورة، شكرا على هذا الموضوع. مع الاسف كثير من الناس كيعانيوا من هذا الوسواس. مرحبا بسي يوسف، مرحبا بالناس ديال زاكورة والناس ديال الصحراء الكرماء، مرحبا بكم كاملين. متفقة معك، بزاف ديال الناس ولاو كيعانيو من هاد الوسواس، عدد كبير ديال الناس، الناس اللي كيما قلت كيمشيو الحوايج خايبه باش يقدروا يخرجوا من هاد الحاله النفسيه. بنادم بلاصه ما يقرب من الله، بلاصه ما يحاول يلقى حل بالحسنى، لا كيفكر هو الله يستر غير في انتحار، مخدرات، سحر، شي حوايج خايبه اللي كنكونوا في مشكل وكنرجعوا في مشاكل كبر. ياسين المخلوفي، الحمد لله كنصلي وما كنديرش شي حاجه تغضب الله، ما عرفتش هاد النساء شنو باغيين. انا انسان اطيب خلق الله بلا ما نشكر لك راسي. شتي يا ياسين، ماشي النساء كاملين خايبين وماشي الرجال كاملين خايبين، كاين بنادم كيما كنقولوا طوب وحجر، كاين المزيان وكاين الخايب. الا كنتي انت كتحسب راسك طيب ولقاك الله ماشي هاد الخايب، ماشي بالتخلي، وماشي بانك تقول عليه خايب، وماشي يعني بطرق خايبه، غير بالحسنى تقدر انت ترد هذاك بنادم مزيان غير بالتعامل ديالك. حنا لو كان كنتناصحوا، لو كان كنديروا بالوصيه ديال سيدنا محمد ديال تناصحوا وتحابوا، لو كان كنتناصحوا، لو كان كل واحد فينا كيبغي يبين للاخر الطريق المزيانه، ما عمرنا ما غادي نوصلوا لشي حاجه خايبه، وما عمرنا ما غادي يكونوا مشاكل ما بيناتنا، وما عمرنا ما غادي نوصلوا لهذا التفكير الزائد وهاد المشاكل النفسية. عبدو أماكود، الخوف من مواجهة من المواجهة ما يؤدي إلى الانتحار، خصوصا لما لقى عائلته أصدقاء ديالو وحده وكيحس بالحقرة والوحدة. هذا هو المشكل. حتى واحد الغلط كنديرو سي عبدو، فاش كيكون شي واحد مثلا كيمر مسكين من واحد الفترة صعيبة، من واحد الحالة نفسية صعيبة، وكيعزل راسو، ما كنحاولوش نجبدوه، كنقولو غير خليه دابا يرتاح، غير خليه ما تهضريش معاه، خليه مسكين راه مقلق. لا ما تخليهش، ديك الوقيته ما كنخليوش فيها الناس، ديك الوقيته هي اللي فاش خاصك تهضر مع الواحد، فاش خاصك تلقى معاه الحل، وخاصك يعني كيفاش نشرح ليك، خاصك تقد الطريق مع هذاك بنادم باش ما يبقاش حاس بالحقره والوحده كما قال سيبتو. اما الا غير غادي تنخلو وتخليه، نهار ينتحر ما تبكيش عليه، عافاك وما يبقاش فيك الحال عليه. عبد الواحد، رمضان مبارك كريم. كيبقى السيد اللي كنتي هضرتي عليه، اللي من ميدلت ما لقيتش النمره ديال التليفون ديالك، دابا جرتهم، نتمنى تكوني عاقله، فايت صيفط لك واتساب، بغيت نوصل لدوك الناس اختي هاجر. والله اخويا ما عقلت شكون هاد السيد، ما نكتبش عليك ما عقلتش، قول لي غير المشكل ديالو غادي نتفكرو. السيد اللي كنتي هضرتي عليه اللي من ميدلت لقيت النمره ديال ديك جارتهم، تفكرت، السيد اللي مريض بالصرع كنظن، والسيده جارتهم هي اللي عطاتني النمره حيت هما ما عندهمش التليفون. كنظن انني عقلت، واخا تقدر تصيفط ليا وانا نعطيك الرقم ديالهم. مرحبا سي عبدو. ياسين مخلوفي، واش كاين شي مساعده اختي هاجر؟ الله يجازيك بخير. اللي قلت لك اللي نقدر انا، المهم انا ماشي محلله نفسيه وما نقدرش يعني نلقى حلول في هاد المواضيع، ما كنفهمش فيهم بزاف، ولكن اللي نقول لك سي ياسين هو جمع الاسره ديالك، جمع وليدك حداك، يمكن هي غير هاد البعد اللي كيخليها تزيد يعني تخيب، ولكن فاش تكونوا قراب وولدكم ما بيناتكم
فأكيد هي براسها غادي تحضر راسها وغادي تعرف بلي راه ماشي شي شخص عادي معاش كتعامل، راه الزوج ديالها وبصفة عليها تحترمه. أبو وديع بالنسبة للإخوان اللي كيفكروا في الهجرة السرية، خوتي متفق معكم، تا أنا كنت عندي نفس الفكرة ولكن تغيرت في رمشة عين. واخا حنا كندوزو في أوقات عصيبة، الدولة اللي خلات في حق الشعب والفقر، وكنشوف راسي خرجت من الدراسة وماشي شي مستوى اللي كبير، المهم عارف الوقت داكشي اللي قسم الله، المهم كنشوف هادشي كامل. وزائد البلية اللي تبليت بيها، يعني حنا في دولة اللي والله كون ما دير لراسك شي حاجة والله ما يديرها لك، المهم هاد النظرة كاملة حاجة واحدة خلتني نغير فكرة ديال الهجرة. هي الوالدة اللي ولدتني، وكون عرفت راسي غادي نمشي ونوصل مرحبا، ولكن عمري ديك الوقيتة مهدد، حتى انا واحد من ولاد هاد الوطن الحبيب اللي فيه مسؤولين شفارة، وعلاش نمشي لبلاد الناس نعيش مقهور اكثر واكثر. المهم جمع كل شيء جمع كل شيء بعدا ديال الشيء. تحياتي لك اخت عزام. مرحبا بسي وديع، ابو وديع عفوا. متفقه معاك، فاش كنشوفه في الوالدين ولا الوليدات ولا المصير ما محددش، احسن لواحد يشد الارض. انت كاع حرقتي كما قلت، شكون ضمن لك الوصول؟ شكون ضمن لك انك غتوصل؟ غتخلي امك تبكي عليك؟ غتخلي ولي يتيم ولا بنية يتيمة؟ غتخلي ولدك يتحقر في الدنيا حيت باه اختار الموت؟ لا، هذا ما عمره ما كان حل. راه اللهم قطر بلادي ولا عسل بلادات الناس، واخا حتى تما راه ما كاينش العسل، راه التكرفيس اللي كيدوز تما اكثر من اللي كيدوز هنا. راه والله كون تشوفوا تمارا اللي كدوز على الشباب اللي كيمشيو لتما، يا ما عمركم تدوروا تهضروا كاع على الهجرة السرية، راه كتستقل 1% كيصحب لكم صافي الحياة جميلة. عيشة كموسي، ظاهرة منتشرة بزاف ومقلقة بزاف ديال الآباء اللي هي مشكل، أولاد ما بقاوش كيسمعوا وما كيخدموا، البنات ما كيحشموا وما كيتعلموا الشغل شغلهم، الشاغل هي الهواتف في يديهم. شتي الهواتف اختي عيشة؟ ما عمرهم ما كانوا كيضيعوا بنادم الا اللي بغى يضيع راسو. المشكل اللي كنديرو حنا، البنت الا قربت منها امها وفهمتها ما عمرها ما تغلط، الولد الا قرب من باه وكان صاحبه ما عمره ما غادي يغلط. المشكل اللي كنديرو حنا في المجتمع المغربي ديالنا انه كنكبروا على ديك حشم، لا باك ما تهضرش قدامه هكا، لا ما تخرجش، ما ديرش ما تفعلش، ديك ما ديرش ما تفعلش، ما تركش، هي اللي كتضيع، اللي كتخرج لنا شباب مرض نفسيا. لو كان كل واحد فينا كيعطي لوليداتو حريه، ماشي مطلقه ولكن حريه محدوده، لو كان كل واحد فينا كيقرب من وليداتو كيفهمهم كيفهم شنو باغيين، ما عمرنا ما غادي نطيحوا في هاد الامراض النفسيه، وما عمرنا ما غادي نطيحوا في مشاكل ديال الشباب. عبد أماكود، بنادم غير يفكر شويه اش يوقع كاع، واش يقطع لك يديك ولا مدبر حكيم، غير الواحد يوجه المشكل ديالو مباشره ما يتهرب منه، كل ما هربتي كل ما كتحكم عليك شكوك. داكشي اللي كاين، راه الحياه في يد الله، الخير في يد الله والشر في يد الله، وربي عمره ما كيبغي الشر للعباد ديالو. الواحد يواجه المشاكل ديالو ما يحاولش يهرب منهم، وباش كيهرب بحوايج اخيب اكفس اللغه العربيه كتاكل الدق، بحوايج خايبين، بحوايج اللي كيما قلت انتحار ولا الحشيش الله يحفظ ولا السحر ولا يعني حوايج خايبين اللي ماشي حلول، اللي عاد ما كيزيدوك تمارة وعاد ما كتعمر هاد نوب هادي ما خلق. عايشة كموسي، كتسلم عليك خديجة والعائلة كلهم، راك عزيزة وغالية، تانتو معزات وغاليين. شكرا بزاف، سلمي لي على خديجة وعلى وليداتك كاملين، شكرا ليك بزاف بزاف. عبد عبد الواحد، ايه هو ايه، مرحبا خويا، صيفط لي وانا نرسل لك الرقم ديالو ان شاء الله. مرحبا محمد تيارتي، مرحبا بك. اذا كما قلنا هذا هو الموضوع ديالنا اللي هضرنا عليه اليوم، هو واش عمركم يعني جربتوا هاد الحالة النفسية اللي هي الإجهاد في التفكير، ديال أنكم دخلتوا لراسكم الوسواس براسكم، كيفاش قدرتوا تجاوزوا هاد الحالة النفسية، كيفاش قدرتوا تلقاو حل لراسكم، وكيفاش قدرتوا تخرجوا منها بأقل الخسائر. لربما واحد فينا يفيد الآخر. أنا في الانتظار ديال التعاليق ديالكم والأفكار ديالكم والتجارب ديالكم، وكما قلت الحلول اللي نتوما لقيتوها واللي كتمنوا أن واحد آخر ياخد نفس الحلول ويلقى حل لراسو كما قلت، ويخرج من هذيك الحالة النفسية اللي خايبة وخايبة بزاف وما نبغيوها لحتى شي واحد. إذا مرحبا بكل المتتبعين، أنا في الانتظار ديال التعاليق ديالكم اللي كما قلت كنهضروا فيها على الفرط في التفكير، على الإجهاد في التفكير، على أن الواحد كيضغط على راسه
لدرجة انه كيولي عنده وسواس قهري الله يحفظ، ديال ابسط حاجة كيشك فيها، ديال كيخلي راسو ما عايش في راسكم هاد القضية. قداش ما فكرتي قداش ما كتعيش، قداش ما فكرتي قداش ما كتخرج من الحياة وكتبقى عايش في واحد الوهم، يعني بحال كتخرج من الواقع وكتمشي لهداك الخيال اللي انت بانيه، خيال اللي بني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. كتبدا تفكر شي حوايج اللي ما وقعش اصلا، وربي سبحانه وتعالى ما يمكنش كاع يديرها ليك باش تعذبك. حنا كنغلطوا في حق نفسنا، كلشي غادي يتفق معايا في هذه القضيه، حتى شي واحد ما كيغلط في حقنا قد ما كنغلطوا حنا في حق نفسنا. الاغلبيه اللي كتلقاهم انتحروا ولا كانت نهايتهم خايبه، ما كتلقاش سبب الناس، كتلقى السبب نفسه، كتلقى هو وطع على راسه. كيكون واحد الشخص دار ليه واحد الحاجه صغيره وهو كيبقى يكبرها في راسه، يكبرها حتى كيوصل يعني ماشي حلول هادو كيتسمى، ولكن كيوصل لمشاكل اكبر كما قلت ليهم، الانتحار، ربما البليه، ربما السحر الله يحفظ، يعني الحوايج خايبه. عيشه كموسي الحلول هي اللجوء الى الله والدعاء، هذه ما فيهاش شك. اي حاجه كتقرب الله سبحانه وتعالى كتبعد على المشاكل النفسيه. القران الكريم كيهدي النفوس، الحديث ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كيبين لنا الطريق، كيورينا شنو خصنا نديرو شنو خصنا ما نديروش، يعني قداش ما قربنا لسيدي ربي، قداش ما دعينا لسيدي ربي وكنا ملحين في الدعاء، قداش ما كيتلقاو لينا الحلول. قولوا لي واش عمركم سمعتوا بشي واحد حامل لكتاب الله، شي واحد اللي قريب من الله سبحانه وتعالى انتحر؟ غير قولوا لي واش عمركم سمعتوا هاد القضية؟ ما كيناش. علاش؟ حيت سيدي ربي كيعاون، قداش ما قربتي من سيدي ربي كيبعد عليك المشاكل النفسية. عبدو أم كود أم كود، الهجرة غير شرعية حل داخل مشكل، لابد دوز من المشكل ومشاكل هذا توصل الحل بعد ما تصبر بزاف الأمور، البرد والجوع والهروب النقير وتمرة، قبل ما توصل الحل هو الاستقرار وإثبات الذات في بلاد الغير. داكشي اللي كاين راه حتى واحد ما كيلقاها كيبغاها، الواحد راه كيسحب ليه غير كيوصل تما كيلقى الفلوس طايحين في الأرض، وكيلقى الديور مفتوحين اللي هيبات فيهم، وكيلقى الطوموبيل، وكيلقى بلاكس كيتكرفسوا اكثر من بلادهم. لو كان الجهد اللي كيديروا تما كيديروا هنا، كره بانيين هنا الغرايب وعندهم طوموبيلات كديرين، لو كان نفس الجهد ونفس الحماس كنخدموا به بلادنا اللي كنمشيو نعطيوه مع الاسف البلدان وحدين اخرين اللي هما كيطلعوا التنميه ديالهم على ظهر وليداتنا، لو كان نفس الجهد كنعطيوه لبلادنا ما نعرف فين نوصل. والله العظيم بلاصه ما نمشي نثبت الذات ديالي في بلاد واحده اخرى، علاش ما نثبتهاش في بلادي؟ علاش ما نتقاتلش على ودها؟ علاش ديما كنبغيوها سهله؟ علاش ديما كنقلبوها على الطريق السهله؟ بالعكس، الحاجة حلوتها هي أنك تكرفس عليها، حلوتها هي أنك تضرب عليها الطريق، حلوتها هي أنك تضرب الويل لك حل باش توصل ليها، تما ردوز عليك. كما كنقولوا كما كيقولوا الناس ديال زمان، التمرة اللي كتكبر الرجال، والتمرة كاين في بلادنا كتار ما كاين في بلاد الناس، وحتى كاع إلا كانوا في بلاد الناس كتر التمرة ديال بلادنا بحلاوتها. الله العظيم، عبد الرحيم عبد الرحيم، بلاد ما يعمر قلبه بالإيمان حتى حاجه ما كتستاهل. داكشي اللي كاين، واحد يعمر قلبه بالله ما يخليش مشكل واحد ولا جوج يخرجوا له على حياته، حيت كيما قال سي عبد الرحيم حتى شي حاجه ما تستاهل. الا غير حاله نفسيه بسيطه خليتيها توصلك للانتحار، انت كيما قلت قبيله ما صدقتي لا دنيا لا اخره، ما قديتيها مع سيد ربي لا في الدنيا ولا في الاخره، شو استفدتي؟ والو. علاش درتي هادشي؟ على حاجه اصلا ما تستاهلش. اذا كنظن اننا نكتفي بهذا القدر، شكرا على التعاليق ديالكم، على الافكار ديالكم، شكرا على المشاركه ديالكم، شكرا على الافكار اللي كتفيدونا بها وكنستافدوا منكم اكثر ربما ما كنفيدوا. شكرا لكم على التتبع ديالكم للبرنامج ديالنا، كنتمنى لكم ليله سعيده كاملين، ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر واحد اخر، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده مباشر واحد اخر من البرنامج الليلي ديالنا. كنتمنى لكم ليله سعيده وتصبحوا على خير.